جيل جديد بيتخرج مع تكريمات لرموز الفن والسياسة والإعلام. هنكون مع النجوم والمبدعين، رموز النهاردة لجيل جديد بيخطو خطواته الأولى في عالم الحياة. النهاردة دخل محمد رمضان وتكريمه النهاردة على ليل الإدمان رسالة بيقولها للشباب، تكريم مهم جداً، وإزاي قدروا يستغلوا الطاقة الكبيرة والحب الكبير اللي الشباب بيحبوه لمحمد رمضان ويحولوه لطاقة إيجابية لإبعاد الشباب عن الإدمان. هنكون مع مبدعين في مجال الإعلام والفن والسياسة. عيشوا معايا حفلة خاصة ونجوم بنعشقها وأيضا طلبة بتخطو خطواتها الأولى. تلميذة قنبلة رجول يحضر الجن وما يعرفش يصرفه، يعرف ان الجن هيقرفه. اللي ما يتشخش لحد بيلعب بينا، وسمعنا علينا اللي ما يتقالش. وهقول لك حذر فضل عبده موتى ما سابش حاجه ما عملهاش. انا جاي الليله متفكر، هتشوفني تقف متكسر بكلمه منك. ايه اللي جابك من الارياف يا غداف؟ بلاش اسفاف. انا اصلا بارع هديك على الفنيات، هديك مكفاية عياط، هديك على الفنيات، هديك مكفاية عياط. ثقة في الله نجاح، شطب يور ماوث. ثقة في الله نجاح ورا نجاح، ثقة في الله هو الأسطورة في حب الناس ليه، ثقة في الله هو أطيب قلب وأجود فنان موجود بين جيله. أنا بفرح لما بشوف حب الناس الكبير ليه، لأن شفته من البداية وشفته مع كل خطوة نجاح، وبشوفه النهاردة وهو أسطورة ومنتظرينه بعمل جديد ونجاح جديد. حقق نجاح في السينما وجاب أعلى إيرادات، حقق نجاح في المسرح وعمل أعلى إيرادات، حقق نجاح في التلفزيون وبقى اسم كبير في الدراما التلفزيونية الناس بتستناه سنة ورا سنة. ومع ذلك شوفوا التواضع، شوفوا الأخلاق، شوفوا الطيبة، ما سابش حد ما سجلش معاه، ما سابش حد ما تصورش معاه. دخل الشباب كلهم فرحوا، فرحوا بوجوده، برغم انه هو ادالهم رسالة، ورسالة تعنيفية في إعلان عمله لا للإدمان. وأنا بقول إذا كان في مشواره الفني جوائز كتير، فهي دي التاج اللي يتحط ويتوج بيه جوائزه، الكلمة اللي قالها الشباب، لأنه محبوب والناس بتحبه والشباب بيحبه والناس بتقلده، فهتقلده في ليل الإدمان اللي موجود معانا النهاردة الأسطورة محمد. يا حبيبتي يا بوسي، يا وش الخير عليا. جميل يا حبيبتي، ده كلام كبير عليا والله جدا، ويعني يا رب أكون عند حسن ظنك. وأنا من زمان كنت بطمنك وقولك هكون عند حسن ظنك، انت خفتي شوية ان اكون بنصاك وراء انواع معينة او اشياء معينة، وانا عارف ان انت يعني طول الوقت عايزاني في المكان الافضل. عمري شايفاك ان انت هتبقى نجم كبير، ويمكن انا اول واحدة قلتها لك من اول يوم ان انت واخد خطوات النجوم اللي هتؤثر في السينما. ده انا عشان ماشي بنصايح استاذ محمود عبد العزيز، ويعني انت عارفة ان بتلكك باي مناسبة يبقى فيها استاذ محمود عبد العزيز، عشان بيحبك وبيدعمك. ده يعني استاذي وهي دي النجوم الحقيقية. النجم ربنا خلق النجوم في الصحراء، الناس بتهتدي بيها، يشوفوا الشرق من الغرب، من دول النجوم اللي احنا بنهتدي بيهم. استاذ محمود عبد العزيز والقيم الكبيرة، رموزنا الكبيرة دي، فعلى رأسهم طبعا استاذ محمود. فبجد اللي ملوش كبير بيشتري له كبير زي ما بيقولوا. يعني
كبير وهتبقى كبير، واحساسك ايه النهارده جيل جديد طالع وانت بتقدم لهم رساله؟ كانوا بيقلدوك في تسريحه شعرك، بيقلدوك في رقصك، بيقلدوك في ثقه في الله والحركات اللي بتعملها، ولكن دلوقتي بيقلدوك ان هم ما بيروحوش للادمان عشان انت قلت لهم نصيحه من خلال، واللي فكر فيك في الاعلان ده انا بحييه. يعني طبعا بشكر الدكتور غدا والي سياده الوزيره، يعني اختياري ده حاجه وسام على صدري وحاجه انا فخور بيها جدا، ان ده اقل واجب انا ممكن اقدمه تجاه شباب بلدي، ان فعلا يعني كفايه الحرب اللي احنا بنحاربها في الدنيا عشان ننجح او عشان نستقر او عشان نتقدم، فما نحاربش احنا كمان نفسنا، يعني ما نضرش احنا كمان نفسنا. لا، المشوار الحياه ده محتاج وعي ومحتاج تركيز، محتاج صحه كويسه، علشان فده اقل واجب انا كان ممكن اقدمه. سعيد جدا بالحمله، وزي ما انت قلت هي يعني من اكتر الخطوات اللي انا سعيد بيها في مشواري حتى الان. يعني اولا الف مبروك وتمنياتي ليهم بكل النجاح والتقدم، وده انسب سن، يعني ده سن المفروض الشاب يحدد فيه هدفه ويعرف هو عايز ايه من الدنيا. زي ما قال برنارد شو، قبل ما تعرف انت عايز تبقى ايه، اعرف انت مين، اعرف امكانياتك، طورها، طور من نعم ربنا عليك، اطور من صحتي، ربنا اداني صحة لازم احافظ عليها واطورها، ربنا اداني ذكاء احاول انميه، ربنا اداني موهبة في شيء ما احاول افهمه اكتر واتعلمه اكتر واحدد هدفي. يعني احنا رحلة الحياة دي رحلة مهمة، من السن ده لازم ابقى عارف انا عايز ايه، واسرع خطاك في عقرب الساعة لن ينتظر احد. ربنا يوفقكم، وسعيد ان انا موجود معهم في لحظة حاسمة في حياتهم، يعني بمزيد من النجاح والتقدم ان شاء الله. احساسك ايه لما بتدخل بتلاقي الناس بتحبك بجد والناس بتجري عليك، والولد طالب من الطلاب قلدك وقال جملة من عمل من ابن حلال؟ يعني طبعا نعمة كبيرة، وبشوف عظمة ربنا، يعني ان ربنا يعني اذا اراد شان ان يقول له كن فيكون، وبحس بمسؤولية وان انا هل هكون قد النعمة الكبيرة دي ولا مش هكون قدها، هل هكون قد مسؤولية جيل وهكون عند حسن ظن الجمهور الكبير ده ولا هخزله؟ فقولوا كلكم ثقة في اللي انا جاء، ثقة في اللي نجاح، كلنا مع بعض ثقة في اللي نجاح. يا بلد التقليد اسطوره، هتبقى اسطوره. والله انا اللقب اللي بطمح فيه هو لقب الممثل الكويس، يعني اكتر حاجه بحبها هي فكره محمد رمضان ممثل موهوب. ان شاء الله مستنيين منك المزيد، وعارفه كمان ان في فيلم بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله مع محمد سيد. فيلم جواب اعتقال ان شاء الله. في انتظار نجاح سينما ومسرح وتلفزيون. محمد حافظ على حب الناس، حافظ على الأسطورة اللي عملتها في قلوب جيل جديد طالع يمكن عدده كبير جدا، منتظر منك المزيد لأنه بيشوفوا نفسهم فيك، وإن شاء الله هقابلك واحتفل بيك بعد رمضان. ثقة في الله، نجاح ونجاح يا رب، وكل التوفيق لقناة النهار، قناة من القنوات اللي دعمتني بشكل كبير، ويا رب زلنا بندعمك وهنفضل ندعمك لاخر على طول على طول. وتحياتي للاستاذ علاء الكحكي وكل اسره قناه النهار، قناه غاليه عندي جدا،
وسعيد ان انا طلعت معاكي. ومن علامات النجاح على نهار سينما بقى. طبعا طبعا. وانا من علامات النجاح انك تكلميني تقولي لي انا بكرمك عن الاسطوره. اعرف ان بعد اول واحده هيكون ليها لقاء وتكرمك وتديك احلى جايزه احسن ممثل السنه دي ان شاء الله. انا هكون معاك بعد دايما في الفرح مع بعض إن شاء الف مبروك. الله يخليك يا بس. أجمل حاجة في الستات إن عندهم خلطة سحرية كده محدش يقدر يعرفها، واللي يدخل بينهم يضايع. وهم دول الستات المصريات الجامدين جدا اللي بنحبهم وبنقدرهم. ومعايا النهاردة فنانة، يعني قبل طبعا ما تكون إعلامية ليها مجال طويل في الفن الجميل الراقي اللي كلنا بنحبه، وهي ما بعدتش بالإعلام عن الفن لأنها بتجهز لألبومها ونازل قريب. ولكن النهاردة هي أمل جديد لجيل بيتخرج، إعلامية محترمة بتقدم كلمة محترمة بتقدم أعمال محترمة. هي وصديقتي الغالية مفيدة وسهير جودة ومنى عبد الغني، بقول لك ألف مبروك وجودك النهاردة. ميرسي يا بوسي، وميرسي على المقدمة الجميلة دي يا حبيبتي. يعني طبعا مثال للإعلامية الرزينة الهادية اللي صوتها واطي اللي بتقول كلام مفيد. يمكن احنا دلوقتي في زمن الاعلام الصاخب والزعيق، وكل اللي يزعق اكتر ياخد فلوس اكتر، كل اللي يشتم اكتر يبقى مشهور اكتر. ولكن انت منى عبد الغني عارفه طريقك، بتقدمي قضايا تهم الستات، بتقدمي نوعيه محترمه. يعني عايزه اعرف برغم نجاحك الكبير وعملك اليومي في الاعلام، الا ان الناس بتحب منى عبد الغني الفنانه، بتحب صوت منى عبد الغني، وانا عارفه ان انت بتجهزي حاجه. ومهما وصلتي لاعلى النجاحات والتكريمات، هيظل الفن هو الاساس وهو الحب وهو الحلم وهو النجاح الحقيقي. لان ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيديهوش لاي حد. يعني اذا كان ليا تاريخ متواضع في الغناء، فانا فكرت ان انا حتى ليه ما ابصمش، حتى ما فيش حاجه اسمها يعني انا طالما بختار حاجه فيها قيمه وفيها رساله، يعني ما فيهاش حاجه خضوع بالقول يبقى خلاص. يعني طبعا ففكرت ان انا اعمل رسائل لطيفه اجتماعيه، وانا اللي انتجتها وتعبت عليها، ورحت طبعا لاحسن حد بيكتب، استاذ يعني من احسن الناس اذا كان من افضل الناس، يعني طبعا الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، استاذ وليد سعد، والموسيقار الكبير وليد سعد، والموزع طارق عبد الجابر. الحقيقه يعني بوسي برضو ما يعني حبيت اقدم حاجه في احسن حالتها وفي احسن انتاج وفي احسن صوره، مش حاجه فقيره وكده وخلاص. يعني طب عايزه برضو حته كده تقولي لي حاجه من الحاجات دي. محمد كلماته دي ساحره وبتدخل القلب كده، يعني تترست. طبعا احنا صورنا فعلا سنجل واحده، وبتقول سمعته من بعيد بيحكي لحد جنبه، الولد اللي بيغتاب البنت. سمعته من بعيد بيحكي لحد جنبه عن واحدة كان عارفها، ما ركزتش معاه وحاولت ما اسمعوش، وقعدت في ركن أبعد، لكن كان صوته عالي والناس كلها سمعه. كلنا سمعنا اللي قالوا، كلنا استقنا الحقيقة، جملة واحدة اغتابها وهنها واتهمها بالخطيئة. رغم العيون في لحظة واحدة قالت له عيب اسكت حرام، رغم اللي جنبه نبهه ما سألش فيه وكمل كلام. الله الله.
بجد يعني ده اللي احنا محتاجينه، ان حتى الغنى بيقول رساله، يعني انت بتقدمي رسائل، وده يا ريت تنزليه دلوقتي واحنا داخلين بقى على الشهر الكريم، على رمضان. لا على العيد، لان طبعا عشان اعمل الكامبين والاوتدورز ما كانت محجوزه كلها المسلسلات رمضان، فكان لازم بقى. كنت خدتي شعبان قبل رمضان؟ لحقتي شويه؟ لا كانت هتتشال بسرعه، فطبعا لازم كان كامبين ياخد على العيد. بس شوفوا يعني بدل ما نطلع ونتكلم بشده ونزعق ونقول ما تعملوش كذا ما تعملوش كذا، هتقوله لكم منى في غنوه في البوم الحاجات كم، يعني ايه اهم الحاجات الرسالة؟ انت عندك حق بوسي، وهو ده اللي انت عايزه تقوليه، ان هي دي الخطابه الجديده، هي دي طريقه ازاي تتكلم مع شباب وتقول لهم، بدل ما تقعد تقول لهم هتروحوا مش عارفه ايه وبتاع، لا يعني خلي بالك انت بتغتاب البنت، واللي بيبعت صورها على السوشيال ميديا لاصحابه ومش عارفه ايه، تصوير الاغنيه مبين ده كمان قوي قوي، يعني انت بتعمل قد ايه حاجه بسيطه وبترمي كلمه وهي كبيره جدا في حق البنت اللي انت بتغتابها. لا يعني دي فكرتك طبعا. لا هي افكار طبعا، افكار بهاء الدين محمد. لا الكلمات بهاء، لكن فكره ان انت تعملي رسائل عن الخلق دي والاخلاق دي، ان احنا نرجعها تاني، وهي ما زالت موجوده في الشعب المصري الحقيقه، بس الشهامه بتطلع عند اللزوم يعني. تحيه للفنانه المبدعه منى عبد الغني، اللي في انتظار منها المزيد في الغنى، والبومها ان شاء الله نازل في العيد ان شاء الله. الف مبروك. مش هتقول كلمة، ولكن هتقول جزء من الغنوة، الألبوم الجديد، وهو الألبوم الجديد اللي نازل إن شاء الله بعد رمضان. ليه هدف هي هتقول لكم عليه. يعني انت مساء الخير عليكم. طب والله كنت يا ريتني جبت السي دي معايا يعني، او شغلت حاجة. انا هقول لكم حاجة، احنا في احتياج ليها اليومين دول، الناس اللي بتكذب باسم الدين وباسم ربنا. بهاء الدين محمد كتب لي حاجة ولحنها الموسيقار وليد سعد. هقولها على طول. تقول يا ويل اللي يحلف باسم الله علشان نصدق كذبته، يا ويله كمان لو صدقناه ولا تأذينا بكذبته. ما هو يعني بيكذب ليه؟ علشان إنسان طمعان ياخد حاجة، وأكيد الحاجة دي لو من حقه ما كانش هيكذب، مش محتاجة. عايزاكي تشجعي حنان تعمل حاجة برضو، أنا قعدت أقول لها هي مش عايزة يعني بعد كده خالص عن الفن، وأنا قابلتها قريب وقلت لها، هي عايشة في ألمانيا ما بين ألمانيا ومصر، قلت لها لا لازم ترجعي لنا. ممكن نعمل حاجة كويسة قوي، وكمان تشترك فيها أنا وهي وعلاء، ونرجع حاجة كده. طبعا مش هنقدر نجيب ألحان تاني زي أستاذ عمار الشريعي رحمة الله عليه، لكن هنعمل إنه حاجة جديدة الروح دي مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. ومرة تانية بقول لك ألف مبروك في انتظار ألبومك الجديد، وفي انتظار رسائل جميلة هتقوليها للجيل الجديد اللي طالع، يمكن توصل من خلال الأغنية، لأن أسرع حاجة بتأثر في الإنسان الغنوة، أسرع من الفيلم. صحيح، وفي أغاني أطفال كمان جميلة جدا اللي بيبدأ طاعة ربنا في سن صغير، وحاجات روعة روعة عاملها وليد سعد وبهاء الدين محمد، حقيقة جميلة، والتوزيع كمان هايل. ربنا يوفقك. شكرا يا بوسي، شكرا ليكي جدا، بشكرك يا حبيبتي. صاحب المواقف الصعبة، نبض الشارع المصري، وصاحب أهم حملات خير، كلنا بنغير منه علشان هو دايما مع الناس، ودايما واحد من الناس، ودايما الخير معاه وحواليه. هو واحد من الناس، عمرو الليثي. سعيدة النهاردة ان انا بحاور صديق واخ غالي واعلامي بحترمه وبقدره جدا، اعماله في الخير محدش يقدر يزايد عليها. هو من اوائل الناس اللي نزلوا الشوارع، نزلوا وشافوا مشاكل الناس،
يعني أنا كنت بتابعه وكانت دموعي بتنزل مع كل حلقة لما بشوف الوجع، وكنت بشوف دموعه هو كمان أثناء التصوير وهو بيقدم نماذج في المجتمع محتاجة المساعدة. عمل مشاريع كتير وقدم خير كتير، والنهاردة هو رمز لجيل بيتخرج، وسعيدة جدا إن هم بيجيبوا لهم النهاردة الرموز اللي كل واحد نفسه يبقى في مكان إعلامي، في مكان فنان، في مكان سياسي، يجيبوا الناس اللي فعلا عملت حاجة وكان ليهم دور إيجابي. عمرو الليسي بقول لك ألف مبروك. مش عارف أشكرك إزاي، ميرسي يا بوسي، أنت يعني بتخجليني بذوقك. أنا سعيدة بمهنتك، ان انت مش بتعمل اعلام لمجرد الاعلام، ولا اعلام علشان تاخد الملايين، ولا الاعلام علشان تطلع تعمل شو. لا، الاعلام اللي بيعمل خدمه هو ده الاعلام، الاعلام اللي بيقدم هدف هو ده الاعلام. ما شاركت في الحمله مع محمد صبحي، لما عملت برنامجك ونزلت في العشوائيات وقدمت وعالجت ناس وجبت بيوت لناس، انا متابعاك من اول يوم. طبعا ده كان من الشيء المهم، ويمكن انت اول واحد نزلت العشوائيات. اولا انت برضو تعملي خير معانا فانا بشكرك، بس انت عندك انجار ذات ما بتحبيش تقولي، ويمكن كتير ما يعرفوش انك انت بتعملي خير كتير، لانك انت من عائله كلها بتاعت خير اساسا. الاعلام ده الوظيفه، لكن المهنه انسانيه او انسانيه. يعني الحقيقه انا مش شايف ان لا استحق شكر على الاطلاق. وانا شايف النهارده بعد 30 سنه في مجال العمل الاعلامي، لو سالتيني لو رجع بك الزمن 30 سنه تحب تعمل ايه؟ اقول لك كنت احب ابدا على طول في واحد من الناس او في برامج الخير، لان بعد مرور فتره طويله جدا تشعري ان عملنا حوارات سياسه، وعملنا موضوعات سياسيه، وعملنا موضوعات اقتصاديه، وعملنا موضوعات فنيه. اجمل حاجه على الاطلاق الاوردر اللي انت بالمفهوم اللي احنا الدارج عندنا، الاوردر تطلعي وانت راجعه وانت سعيده انك تعملي خير، توجه الله، وانك انت تحس الناس وتحرضي الناس على عمل الخير. فانا سعيد باللي انا فيه ده جدا، واتمنى ان انا اختتم حياتي المهنيه كخادم للناس في مجال اعمال الخير، وببقى سعيد لما بلاقي ان المؤسسه اللي بدات تحمل اسم برنامج وبقت من كبار المؤسسات او كبرى المؤسسات الخيريه وفيها كم كبير من الناس المتطوعين اللي بيشتغلوا في الخير، فرحان قوي اكتر. وهي فرصه ان احنا نقول للناس، واحنا هو في شهر شعبان وداخلين على رمضان، يكتروا الخير بقى، محتاجين بصراحه، احنا محتاجين نتاجر مع ربنا اكتر بكتير من اللي احنا بنعمله. مع ربنا دي تجاره ربحانه 700%. صحيح، احنا مضيعين وقتنا الحقيقه، اسمحي لي، يعني في خلافات وفي مشاكل وفي ضوضاء وصخب وضجيج، رغم ان احنا ممكن نعمل حاجات اهم من كده بكتير، يعني في الاعلام بالذات، لان قد ايه الاعلام هو النهارده الاعلام بيعمل، الاعلام بيأثر في الراي العام، فالراي العام يستجيب، فتقول يا جماعه احنا عاملين حمله للمراه المعيله، فالراي العام يستجيب فيشتغل معاكي، يا جماعه بنحارب فيروس سي، فالراي العام يستجيب فيشتغلوا معاكي، يا جماعه احنا بنحاول نصلح احوال التعليم لغير القادرين، فالراي العام يستجيب. ده معناها ان الراي العام بيستجيب للخير، فانت ممكن تحرضيه على الخير وممكن تحرضيه على شيء اخر. فانا بتصور ان الفرصه النهارده انا قاعد معاكي وانت من كبار الاعلاميات في مصر، ان احنا ندعو الناس لعمل الخير في اي حاجه، حتى في الكلمه الطيبه، يعني حتى في الكلمه الطيبه، مش هقول اي حاجه ايجابيه، اي حاجه ايجابيه، اي حاجه تدي طاقه ايجابيه، تدي بوزيتيف انرجي زي ما بيقولوا، تخلي الناس تخليهم عندهم سعاده. يعني لما تروحي تطبطبي على يتيم سعيدة، لما بتطلعي صدقة سعيدة، لما بتشاركي في عمل خير سعيدة، لما بتروحي عشوائية وتاخدي معاكي يعني مأكولات لناس عندها ظروف مادية صعبة سعيدة، لما أي حاجة فيها خير بجد. أنا مش عايز أقولك، أنا أتصور أن أنا متوائم جدا مع نفسي، لأن أنا لقيت الحاجة اللي أنا مفتقدة ليا، عمل الخير في واحد من الناس.
فارد كل برنامج يسأل. يبقى في جزء من ده، يعني انا بشوف ان بيفتحوا هوا 3-4 ساعات خناقات خناقات خناقات، لا بتقدم ولا بتاخر، ولكن هي في النهايه مضيعه لوقت الناس، بتديهم طاقه سلبيه، بتديهم احباط نفسي، واللي بيستفاد هو الاعلامي انه بيقبض فلوس الحلقه، لكن في النهايه مفيش اي ايجابيات في الحلقه. بشوف ده غلط. يعني احنا داخلين دلوقتي شهور الخير، يا ريت نوجه برامجنا للخير. يعني حتى لو انت مش قادر تدعو زي مثلا ما بيقول عمرو لناس مريضه حملات مرض، لو كده ابرز الايجابيات اللي في البلد، ادعوا الناس انهم يتبرعوا اي حاجه، بس ما يبقاش الفتره اللي جايه احنا بقينا طاقه سلبيه على بعض. شوفي انا اتصور، انا اي حد بيقابلني يقول لي عايز اطلع، انا عندي اكتئاب، انا متضايق، اعمل ايه؟ اقول له بقول لك ايه، ما تروح تزور مستشفى الاطفال، روح ابو الريش وعدي على عنبر هناك، الاطفال اللي هناك بتوع الكانسر او بتوع الفشل الكلوي وساعدهم، يعني هات لهم لعبه. روح دار مسنين واقعد مع حد مسن، روح لدار الفاقدين البصر اقرا لهم، والله بتطلع بتديك طاقه ايجابيه، بتخليكي انت تشعر انك انت مفيده. اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه والله بخرج واخده حاسه، انت عملتي ما شاء الله حملات لذوي الاحتياجات، بحس ان انا يعني في 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 فرح. انا مش هنسى يوم ما خدتينا، والحقيقه ربنا يكرمك بالخير، بتعملي مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصه، وعملنا قعدنا مع احنا اتعلمنا منهم فقد ايه احنا محتاجين فعلا زي ما انت ما قلتي ان الاعلام يتوجه لعمل الخير ويحرض الناس على الخير. وبعدين احنا داخلين على شهر رمضان، فالناس عندها يعني مخارج كتيرة للخير، بس نستغلها وتبعد شوية عن المشاحنات عشان نهدى ونحاول كل ما نتاجر مع ربنا، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا في حياتنا. الجديد بيتخرج النهاردة، النهاردة دوركم كلكم ان انتوا توجهوه. عايزك تقولهم كلمة بعد تكريمك، وهتقولها من خلالي هنا للشباب اللي طالع لسه يعني هيحط رجله على أول السلم، ولازم النصايح النهاردة تكون كتير لأن هم دول المستقبل، يمكن اللي فاتوا مش قادرين عليهم خلاص، زي ما بيقولوا فرطوا ومش عارفين نلم العقد، بس دول عقد لولي جديد عايزينه يبقى شكله حلو وعضو نافع لمصر. بص يا بوسي، يمكن أنا محظوظ إن أنا أستاذ في الجامعة، وأستاذ في جامعة مصر وفي كلية الآداب قسم إعلام جامعة عين شمس. عايز أقولك أنا فخور جدا بالطلبة بتوعي وسعيد جدا بيهم، واللي أنت بتقوليه ده يمكن كل محاضرة أنا بقول لهم دايما كده، بنبدأ بكلمة افتتاحية بنقول عايزين إيه الرسالة اللي عايزينها النهاردة، بقول لهم دايما المهنية والمصداقية والموضوعية، دول الجيل اللي هم هيتخرجوا هيكونوا مذيعين ومذيعات وإعلاميين ومحررين ورؤساء تحرير ومخرجين. بالنسبة بقى الجيل الأصغر اللي هم احنا معاهم النهاردة، لازم يكون عندهم إيمان، إيمان بنفسهم، وإيمان إن عندهم القدرة إنه يحققوا أحلامهم، لأن إيمانك بنفسك وقدراتك وتحقيق أحلامك بيخليك تصل إلى هذه الأحلام. فأنا أتصور ده جيل أكثر حظا من أجيالنا، إحنا جيل شوية جيل يتيم، أنا أطلقت عليه مرة جيل يتيم، لأن إحنا جينا في فترات ما بين انكسار وانتصار، لكن ده جيل إن شاء الله يكون طالع بنجاح بإذن الله، ومستقبله يكون واعد إن شاء الله بإذن الله. أنا بقول لك ألف مبروك، في انتظار نسمع منك كلمة للطلبة، وكتر من الخير عشان الناس تسعد وإحنا نسعد ويكون فعلا إعلامنا إيجابي إن شاء الله. أنا بشكرك يا بوسي جدا على كل حاجة بتعمليها وعلى كل خير بتقدميها.